حلقة جديدة من هوليوود بالشرق. النهاردة معايا فقرات متنوعة. تم افتتاح نادي سينما المرأة. جاية النهاردة عشان أكرم الشباب، كلنا بندعو ونصلي إن العراق ترجع عراق. مع فريد عدلي علام طبعا من الأعمال المميزة جدا مع الزعيم عادل إمام. حد جميل خالص والعمل معاه شيء ممتع يعني. تم التصالح بينك وبين محمد رمضان بعد شوية مناوشات. وما فيش خلاف عشان يبقى فيه صلح أصلا. هو زعل من الكليب وصرح تصريحات نارية. أوريك الواتساب؟ لا دي أسرار. الفيلم السينمائي الجديد استدعاء ولي عمر. ميكس حلو جدا وباكج جديد ما تشافش قبل كده، وعاملين شغل حلو قوي الحقيقه. انا بغني كده كده يا جماعه من قبل ما امثل. انا الجناح دي بدات تندع اهي. بسيط ولطيف ودمه خفيف وبتاع بنات وحاجات كده يعني. فقرتنا المميزه جدا الفن والجمال. هل بتحبي تحتفظي بفساتيني؟ فساتيني حلوه قوي بحتفظ بيها. انت عارف كويس قوي انا بحبك كممثل، لكن مش شرط اعمل شو غنائي وانا نص الفؤاني عريان يا محمد. ده اول ديفيليه تحضره في حياتك. بالظبط كده. طبعا جاي الحبيبي هاني البحيري بقول له الف مبروك. ناس زعلانه من منع حمو بيكا وبعض مطربي المهرجانات. اللي يعرف يغني يغني، اللي ما يعرفش يغني يشوف له شغلانه تانية. استني اللي ما تنسوهوش ابدا. اول ما اتحجبت كان حصل حريقه في بيتي، فيعني في حاجات كتير راحت. زلزال. والحقيقه المسلسل كان مختلف ومتميز. كنا بيحصل لنا مشكله في الشارع. اخر فستان لبسته كان حلو قوي الحقيقه، كان كله شراشيب كده وبتاع، كان لذيذ وجديد. نيوز بيبر دي ولا ايه؟ اه نيوز بيبر. ايه عجبك؟ الاخبار كلها هنا اسمي مكتوب.